الصلاة والإنسان محتقن هل هي جائزة؟ لا، لأن صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك الأمر، فلا يجوز للإنسان أن يصلي وهو محتقن، لأنه إذا صلى محتقن لن يعي معنى الصلاة، يبقى كل همه أن يخلص الصلاة. آه بقى لو صلى وراء إمام بيطيل الصلاة ويعطي لكل شيء حقه ومستحقه في القراءة والركوع والسجود، يبقى ده بلاء عظيم. فلا لا